سلامة طيبين مشاهدينا ومستمعينا الكرام، إن شاء الله دائما في خير وبركة وفي تسامح، ونظرا لعدد الكبير من الرسائل الجميلة اللي وصلتنا فيما يتعلق بالأسبوع الماضي عن المسامحة والتسامح في رمضان. وبما أنه آخر يوم في البي إن إف إم نلتقي لو ربنا أراد بمشيئة الرحمن بعد العيد، ربنا يدينا العمر الطويل، نكمل في الموضوع ونستقبل كمية أخرى من الاتصالات وقراءة الرسائل. شكرا جزيلا على الكلام اللطيف والجميل فيما يتعلق بالأسبوع الماضي. وفي هذه السانحة للحديث عن نفس الموضوع أسعد بوجود على الهواء مباشرة سعادة العميد الطيب مبارك. صباح الخير يا سعادتك. السلام عليكم ورحمة الله. أختنا نجود أهلا وسهلا، على هذا البرنامج الجميل الشيق الله يكرمك يا رب، الذي يعني حقق كثير من النجاحات في رأيي الله الشخصي. يخليك، شكرا جزيلا، تسلم. فحقيقة أختنا نجود، يعني أنت بتعاملك الجميل وطلتك الجميلة استطعت أن تكسبي كثير من قلوب المشاهدين في هذا البرنامج وهذه المادة. الله يخليك، ده شيء يسعدني، والأسعدني أكثر حتى حديثك الجميل عن موضوع التسامح يعني والمسامحة في شهر رمضان المبارك، فيسعدنا أكثر سماع رأيك سعادتك في موضوعنا. والله التسامح ده، نعم الله يخليك اخوتنا نجود، طبعا التسامح ده سمة وصفة من صفات المسلمين، وحقيقة التسامح في هذه الأيام المباركة لامس الواقع في هذه الأيام رمضان، وهي صفة يعني من صفات المسلمين. وهو طبعا التسامح ده يجب ان يكون في كل لحظه، يعني من غير رمضان. صحيح، فنحن كسودانيين ونحب هذا الوطن ونشرب من عرق هذا الوطن، يجب ان نسامح بعضنا البعض. ودي فرصه جميله جدا في شهر رمضان العظيم الناس تسامح بعض وتترك الدقائن وتنظر للامام بعين يعني التسامح والطيبه. وانتم في قناه النيل الازرق دائما انا ملاحظ انكم يعني تطرقوا الماده التي تناسب الحدث. يا سلام، شكرا جزيلا. فانا في تقرير هذه السانحه واشكر قناه النيل الازرق التي دائما تربطني يعني بالمواد الجميله وبالواقع الجميل والذي تربطني بترابط الاحداث. ده شيء يسعدنا ويشرفنا. أشكركم النيل الأزرق متمثلة في أخوتنا نجود حبيب، وأدعوكم على هذه المناسبة الجميلة لتلبية دعوتنا في الجمعة 39 لإفطار رمضان، حتى يعني تربوا معينكم التسامح والتلاطف، بل بكل القوات المسلحة، بل بكل الشعب السوداني الذي دائما تجري في دمائه السماحة والطيبة والخلق إن شاء الله، وعدم الرجوع للخلف. كل سنة وانتم طيبين يا رب العالمين وحاضرين. شكرا جزيلا أشكركم. على متابعتك، شكرا على الإشادة، شكرا على هذه المداخلة، وإن شاء الله دائما نتلاقى في الخير وسوداننا في أمن وأمان يا رب العالمين. سعادتك شكرا جزيلا، جزاك الله خير. الله يخليك، في أمان الله، شكرا.